السلام عليكم. طبعا احنا لازلنا في شابتر 1، هذا هو القسم الثالث في شابتر 1. طبعا شابتر 1 هو كان عن انفورميشن سيستم يعني جلوبال بزنس توداي. في هذا اليوم او في هذا اللقاء راح يعني نتعرف على اللي هو البرسبكتيفز، عدة برسبكتيفز للانفورميشن سيستم تشوفها. هاي ايوه contemporary approaches of information system اللي هي المناهج او المداخل الحديثه للانفورميشن سيستم، كيف بيعرفوا كيف بدهم يزرعوا الانفورميشن سيستم. لاحظ هذا contemporary approach ايوه بتعامل او بيعتبر هاي الانفورميشن سيستم على اساس انه شماله ايوه هاي الام اي اس، يعتبروه اللي هو من مدخلي، يعني بنظروا له او بتعاملوا معاه من مدخلي والاثنين مع بعض. المدخل الاول هو اسمه تكنيكال ابروتش، بيشمل قضايا في المانجمنت، مواضيع في المانجمنت، في الكمبيوتر ساينس اند اوبريشنز ريسيرش. الابروتش الاخر هو اسمه بيهيفيرال، هاي بيهيفيرال ابروتش اللي هو السايكولوجي الايكونومكس and the sociology اللي هو علم الاجتماع، علم النفس والاقتصاد. إذا the study of information system deals with issues and insights contributed from technical and behavioral disciplines من الاثنين. إذا دراستك وفهمك لل information system بده يكون يعني جاي من هذول ال two approaches، وبالتالي اللي بده يدرس information system أو management information system يعني بده يدخل من هذول المدخلين. اذا التكنيكال ابروتش بيركز على وين؟ انفاسايز ماثماتيكال بيست مودلز. اذا التكنيكال ابروتش جانب التكنيكال بده يركز على مثلا الكمبيوتر ساينس، حاجات في الكمبيوتر، قضايا في الكمبيوتر ساينس، مانجمنت ساينس، قضايا في المانجمنت، اند اوبريشنز ريسيرش اللي هي بحوث العمليه، مشان قضايا التحليل والاوبتمايزيشن والى اخره. بركز عليه. بالنسبة للبيهيفيرال ابروتش اللي هو الجانب السلوكي، هاي هو بيهيفيرال ايشوز such as strategic business integration implementation and so forth. طبعا هذه القضايا كلها بتكون جاي من اللي هو موضوع سايكولوجي، علم النفس، الايكونوميك، اند كنا بنحكي عن بيهيفير. اذا كنا بنحكي عن بيهيفير قضايا بتكون جاي من وين؟ من السايكولوجي، الايكونوميكس، من السوسيولوجي، قضايا كاملة مثل هيك. الآن إحنا بالنسبة للكتاب اللي بين إيدينا أو بالنسبة للمادة اللي بين إيدينا بده يعتمد اسمه وسماه الأبروتش سوسيو تكنيكال، يعني بده يدمج بين الاثنين سوسيو تكنيكال أبروتش. ومن هذا المفهوم، من هذا المفهوم السوسيو تكنيكال أبروتش بيعرف المانجمنت انفورميشن سيستم اس هاي كومباين او بتعامل مع المانجمنت انفورميشن سيستم كومباين كمبيوتر ساينس. اذا بده معرفه في الكمبيوتر ساينس، مانجمنت ساينس، معرفه في علم الاداره، اوبريشنز ريسيرش اند براكتيكال اورينتيشن وذ بيهيفيرال ايشوز. بدك تعمل التطبيق، بدك تاخذ بعين الاعتبار بيهيفيرال ايشوز. يعني على سبيل المثال مثل بيهيفيرال ايشوز يعني كيف انماط الاداره، شو نمط الاداره، كيف تعامل كيف الكاستمرز، شو راي الكاستمرز، شو وجهه نظر الكاستمرز، كيف سلوك الكاستمر بالنسبه لسلعه معينه، يعني هذه قضايا زي هيك. وبالتالي فور مين اكتورز، اذا مشان هذا المانجمنت انفورميشن سيستم يكون ماشي صح يعني بفرجينا الاوسط انه الاكتورز انا هم يعني بيشتغل المعنيين في هذا الموضوع، سبلايرز اوف هاردوير اند سوفت وير، بزنس فيربس، بزنس مؤسسات اللي احنا نطبق فيها الانفورميشن سيستم، مانجرز اند امبلويز اند الفيرم انفيرمنت المؤسسه، شو الانفيرمنت تبعتها مثلا سبلايرز، اي ليجل، سوشيال، كالتشرال كونتكست اند سو فورث. يعني ليجل هي الجزء القانوني بأثر على المؤسسه، السوشيال الجزء الاجتماعي بأثر ايضا على المؤسسه، الكالتشرال كونتكست اللي هي الثقافه الموجوده فيها المؤسسه، كيف عليها انه
الفيرم انفايرمنت بيشمل كله، من هو الكاستمر، بيشمل السبلاير، بيشمل الكمبيوتر اند سو فورث. اذا في المنهجيه المتبعه للكتاب انه المانجمنت انفورميشن سيستم كومباينز تكنيكال اند سوشيال ابروتشز وموجه لهذه الاكتورز جميع. اذا لاحظ هاي ومنها يعني بقول نسوش تكنيكال فيو. اذا هذا الاوثر اخذ هذا الفيو، اخذ هذا الاتجاه اللي هو قالنا انه الانفورميشن سيستم هو اوبتيمال اورجانيزيشنال بيرفورمانس. شو قالنا؟ قالنا اوبتيمال اورجانيزيشنال بيرفورمانس، الاداء الافضل للمؤسسه كيف بتحقق اوبتيمال، يعني المفضل او المثالي للاورجانيزيشنال بيرفورمانس، يعني اداء المؤسسه المثالي كيف بتحقق، اتشيفد باي ايش؟ جوينتلي اوبتمايزيشن، بده بيعمل اوبتمايزيشن يعني عمليه اللي هي توافق توفيق بين مين ومين؟ both social and technical systems used in the production or in the organization and helps avoid poorly technological approach. يعني شو ماله هذا من وهذا صحيح، يعني هو ما بتعامل فقط مع technical approach، يعني شو الاجهزه والهاردوير والسوفت وير والقضايا هذه لحالها مش راح اكيد مش راح ينجح، هذا متعامل معها لحالها. اذا كان للشخص بده يتعامل بيورلي تكنيكال، يعني اذا كان فقط افترض انه تخصص كمبيوتر ساينس وجبته دخلت في المؤسسه شو بتسوي؟ بده يكون عنده شو ماله فاهم في الاورجنايزيشنال بيرفورمانس. اذا هي عمليه اوبتمايزيشن بين مين ومين؟ اوبتمايزيشن بين مين ومين؟ بين الاورجنايزيشنال بيرفورمانس وبين التكنيكال سيستم، وكانه بين السوشيال سيستم بين التكنيكال سيستم اذا بيعمل اوبتمايزيشن. واكيد راح الخص هاي في الشكل هذا، يعني معنى هذا الشكل هاي سوشيو تكنيكال برسبكتيف اون انفورميشن سيستم. لاحظ هاي سوشيو تكنيكال برسبكتيف وفق هذا المنهاج المنهجيه او الطريقه اللي بده يعتمدها الاوثر، بكون ذا بيرفورمانس اوفر سيستم، الاداء تبع النظام performance of the information system is optimized، نصل للحل المثالي optimized عن الحل الأمثل when both technology and organization mutually adjust to one another until a satisfactory fit is obtained. بمعنى آخر إنه أنا بقدر أصل لهذا ال optimal solution للوضع المثالي لما يصير شو ماله، لما الجزء التكنولوجيا وجزء الاورجنايزيشن ادجاست، يعني يصير توافق بين الاثنين. بمعنى اخر انه ممكن انت لو جيت تفكر بالطريقه اللي امامنا في الشكل هاي الشكل، شو قلنا فيه في هذا الشكل؟ انه ممكن انت تاخذ التكنولوجي، تفكر في التكنولوجي وتفكر في وين، في الجزء اللي هي السوشيال اللي هي الاورجنايزيشن، وبالتالي تطبق التكنولوجيا اذا بهذه الصيغه، هذا نوت اوبتمايز، يعني بعيد المسافه بينه. بمعنى ان التكنولوجيا اللي انت محققها اللي دخلتها وفق هذا الموديل او وفق هذا الالترناتيف مش راح تحقق لك اللي هو البيزنس او الاورجنايزيشنال اوبجكتيفز، وبالتالي بدك تحسن، بدك تحسن في اتجاهين، في اتجاه الاورجنايزيشن هاي بدك تحسن، بدك تمشي في اتجاه الاوبتمايزيشن، وفي اتجاه التكنولوجي بدك تحسن. اي اخذت الترناتيف 2 كمان ما حقق، ما اعطانيش البيست فيت، يعني وكان النظام المعلومات لحتى الان مش محقق الاهداف اللي هي بدها اياها المؤسسه، كمان بدك تعدل وتحسن، تحسن في الاورجنايزيشن. وانا قلنا تحسن في الاورجنايزيشن يعني بدك تحولها من موديل لموديل اخر، يعني انت اخذت كانت هي عدلت، جبت موديل جديد، غيرت الشغل فيها، غيرت نمط الإدارة، غيرت كذا كمان من بتغير. لما يصل لوين؟ لما يصل لوين؟ للفاينل ديزاين اوف تكنولوجي والفاينل ديزاين اوف اورجانيزيشن. اذا لما نصل لهذا الوضع بيكون احنا وصلنا للوضع المثالي، انه الانفورميشن سيستم اللي احنا وصلنا له تماما، والبزنس موديل اللي وصلنا له الاثنين fits with each other harmonize with each other، يعني صار بين بصير بينهم ارتباط عضوي. وهذا اللي هو المنهجيه اللي ماشي فيها الكتاب. عشان هيك اذا بتراجعوا الشرح بالقسم الاول والثاني من التشابتر
كان ماخذ بهذه الافكار، كان ماخذ الافكار اللي بيطرحها من هذا الارتباط. تمام. اذا يعني هذا الجزء الاول، او هذا نهايه القسم الثالث من شابتر 1. كمان مره بتمنى عليكم انه شماله يترجعوا بالطريقه الصحيحه. الان مع نهايه كل شابتر راح يكون في حاجتين، لانه بدنا نشتغل باللي هي الكلاس وورك. بدنا الان الكلاس وورك، يعني هي دوري انا كانستراكتور للماتيريال، هاي انا قمت فيه. الان مشان اكون يكتمل دوري بدي دو... الان انت تداخل من ال... من ال... منكم كطلب، والان راح يكون في مع نهايه الشابتر هذا حاجتين. الحاجه الاولى اللي هي عمليه الانتراكشن، انت بدك تتفاعل. بدك تتفاعل مع الشابتر، مع هذا الماتيريال اللي احنا طرحناه. طب كيف؟ كيف بدك تتفاعل؟ رايح احط في الستريم على الكلاس وورد، في ستريم رايح احط سؤال للتفاعل، كل واحد فيكم بده يدخل ويجاوب عليه، كل واحد فيكم بده يدخل ويجاوب عليه باسلوب ديسكشن. كان ديسكشن، رايح احط ديسكشن كويستشن، سؤال ديسكشن للنقاش كلكم. فيما بعد بس نخلص ننهي، راح كل اللي عملوا التفاعل هذول راح اعمل لهم تقييم وبعلام. الثاني الطريق، الجزء الثاني كمان راح يكون في اساينمنت، عده اسئله اطرح لك اياها، عده اسئله راح اطرح لك اياها وتجاوب عليه، كمان تقيم ايش بعلامه. وبالتالي اللي اتمناه عليكم انه يكون عندكم تفاعل مع الماده على قدر استطاعتكم، يكون عندكم تفاعل مع المادة حتى نقدر ننجز المهمة المطلوبة منه منكم على أتم وجه. إذا هذا اللي هو كنا بدنا إحنا نحكيه، وهذه الملاحظات اللي كنت بدي أضيف لكم إياها. بتمنى إنه يكون عرضنا التشابتر بالطريقة الصحيحة، بالطريقة المريحة، يعني بالطريقة المريحة اللي أنتم تقدروا تستفيدوا منها وتتفاعلوا معها.